أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم. ولسه مكملين معاكم فقراتنا في برنامجكم الكلام في ملعبنا. هنتكلم في فقرتنا النهاردة عن فيروس لا يقل خطورة عن فيروس كورونا، وهنعرف مفهوم الإدمان بيقتصر على إدمان المخدرات هو فيروس إدمان المخدرات. عشان كده ضيف النهاردة الأستاذ أحمد علي إبراهيم، أمين عام صحة العاصمة ورئيس لجنة مكافحة الإدمان والتعاطي ومدير برنامج تأهيلي لمرضى الإدمان. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، أهلا نورتنا وسهلا، النهاردة في برنامج أهلا الكلام في وسهلا ملعبنا. بيك، نور ربنا نورك، يخليك والله. تسلم. في بداية حلقتنا أستاذ أحمد، حابين نعرف منك، يعني عرفني بنفسك أكتر. تمام، أنا اسمي أحمد علي، دارس حر في مجال علاج الإدمان، مدير برنامج تأهيل مجتمعي للمدمنين، تمام. معايا دبلومة من مدرسة الحرية معهد فيلادلفيا في أمريكا، وبنحاول نوصل بالشريحة الإدمانية لأقل مستوى في مصر إن شاء الله. ان شاء الله طبعا سيفي مشرف جدا استاذ احمد. في بدايه حلقتنا النهارده استاذ احمد، حابين نعرف منك، هل مفهوم الادمان اصبح بيقتصر على مدمن المخدرات فقط؟ لا، هو الإدمان مرض، من ضمن أعراضه المخدرات. عندي حالات إدمان نت انترنت الجيمز اللي حضرتك بتشوف الأولاد بتلعبه ادمان ده، السوشيال ميديا، إدمان السوشيال ميديا وإدمان الجيمز. الجيمز، وعندي إدمان طعام، وعندي إدمان عمل، وعندي إدمان جنس، وإدمان مواقع إباحية، كل دي طبعا دي يعني كلها بتندرج تحت، عادات سيئة، دي كلها طبعا استاذ لا احمد. هي بتندرج تحت اسم مرض الإدمان. هي بتكون سلوكيات سيئة في الأول، وبتتنقل من سلوكيات لاضطرابات نفسية، اضطرابات إدمانية. تمام يا استاذ احمد. طب حضرتك شايف ان مجتمع شايف اننا كمجتمع نتعامل ازاي مع متعاطي المخدرات بعد فترة التعافي من الادمان؟ بص، أنا هحب هنا أصنف الشريحة دي جزئين، جزء مدمن فعلا، جزء عنده مشاكل نفسية وعنده مشاكل بسبب تعاطي المخدر، خلاص دي حصلت. وعندي الجزء الثاني او الشريحه الثانيه هنسميها متعاطي او مستخدم للماده المخدره. دي شريحه ودي شريحه ثانيه خالص. انا عندي طب النسبه، حابين نوضحهم ليه يا استاذ حاضر احمد سريعا حاضر، كده؟ النسبه العالميه لمرضى الادمان في العالم 5%، لكن النسبه المصريه على الارض المصريه هي للاسف 10%. فانا هفترض ان احنا وصلنا خلاص اوريدي ل 100 100 مليون. مليون، 100 مليون صح هيكون كده؟ عندنا كده بقى 10 مليون مدمن. تقريبا 10 مليون، يعني مش هنقول مدمن عشان هم 10 مليون متعاطي، بيستخدموا المخدر، متعاطي متعاطي المخدرات. للمخدر، لكن النسبة دي فيها 2%، يعني تقريبا 2 مليون هم خلاص حصلت عندهم مشاكل نفسية، حصلت عندهم مشاكل صحية، حصلت عندهم مشاكل، اتنقلوا من الاضطراب من متعاطي لخلاص بقى مدمن، بقى مدمن خلاص، خلاص يعني كده مدمن. ده دخل لازم، في مرحلة الإدمان. هنا دي الحالة اللي بتحتاج تدخل علاجي. فإحنا لو هنتكلم على الشريحة اللي هي 2%، دول هنقدم لهم علاج، والباقي أو بقية 10% هنحاول نقدم لهم توعية. فنعمل توعية للي لسه ما توعية، دخلش في السكة للآخر، زي مبادرات كده. زي مبادرات، زي ان احنا نوفر لهم توعيه وارشاد اسري وارشاد نفسي، زي ان احنا نفتح لهم الخطوط ونتكلم بقى احنا عندنا مشكله لازم نتكلم فيها، تمام اتفضل. خلاص ما بقاش ينفع نداريها. احنا عندنا يعني حضرتك بتقول حوالي 10 مليون متعاطي لا، مخدر. 10% يعني 10 10% مليون 10 متعاطي. مليون، حوالي 10 مليون متعاطي. تمام. طبعا دي نسبة كبيرة قوي بالنسبة للمجتمع المصري استاذ احمد. طب بص، هقول لحضرتك على حاجه بسيطه. انا النهارده لما هقول 10 مليون، هو ال 10 مليون دول مش عايشين لوحديهم. ال 10 مليون دول عايشين منهم المتجوز وعايش في بيت واولاد مسؤول انه يربي. ال 10% دول لو هم اناث فهم برضو نفس المشكله عندي. هو حواليه ناس، وللاسف الشديد هو بيأثر تأثير مباشر. انا النهارده لما هقول 10%، انا عندي 10 مليون طاقه معطله، عندي 10 مليون ما بستخدمهمش، دي عندي حق 10 مليون شاب خارج بالظبط. نطاق الخدمة، عندي 10 مليون بيسببوا لي مشاكل في محيط الأسرة وفي محيط المجتمع، بيسببوا لي مشاكل تأثر على دولة كاملة، مستهلكين، مفيش إنتاجية، مفيش إنتاج. بالظبط. أنا النهاردة ما بقولش إن ال 10 مليون اتفيرسوا يعني خلاص هنرميهم، يعني لا لا، إحنا بنعالج الناس دي، نحاول ان احنا نعالجهم. لا احنا بنعالج الناس دي فعلا، مش بنحاول بس. برامج علاج الادمان النهارده في مصر قويه كتير، جدا، كتير.
مصر قادرة تحقق نتائج مبهرة في مجال علاج الإدمان. الناس دي لما بيتعافى حضرتك بتاخد إنتاجية 150% عن البني آدم السوي. فأنا ما أقدرش أحمل النسبة دي وما أقدرش أهمشها. طب أستاذ أحمد، حضرتك شايف الأسرة إزاي تتعامل مع مدمن المخدرات أثناء فترة العلاج وأثناء فترة التعافي؟ أثناء فترة العلاج يعني إحنا بنقول للأسرة رجاءً يعني سامحونا واستحملونا. المدمن ما بقاش مدمن بين يوم وليلة. المدمن فيه مدمنين بسبب تأثير في النشأة، بسبب انفصال أب وأم، بسبب سوء معاملة، بسبب حب مشروط. فأنتوا مشتركين في الغلط ده، فساعدوه أنه يطلع من ده. ليه دور يعني الأسرة؟ طبعاً أكيد ليها دور كبير. ليها دور في المرحلتين يا فندم، ليها دور في المرحلة بتاعة الإدمان، وليها دور كبير جداً في مرحلة التعافي. ادعموه، سندوه، بلاش نقعد كالعادة نكسر في نفسية الولد وهو بيتعافى أو في نفسية البنت وهي بتتعافى. بلاش اسلوب المهاجمه وان انت السبب وان انت بوظت الدنيا وان انت وان انت وان انت. الشخص ده محتاج احتواء، الشخص ده محتاج حب بدون اي شروط. احتووه، نحاول ان احنا ما نحسوش باي حاجه يعني تسبب له انتكاسه. هو مني، هو مني. فانا النهارده اكتر حد مفروض ان انا احتوي الشخص ده عشان اساعده، اديله ثقه في نفسه. ما حسوش، ما هو هو كفايه ان هو حاسس ان من جوه قليل، من جوه حاسس ان هو عنده نسبه فشل، حاسس ان هو مش ناجح، محتاج طبطبه بجد. كلمه طبطبه دي هو محتاج. بص يا فندم، احنا كنا دايما بنقول في الفاميلي ميتنج هو محتاج حضن بكل معاني الكلمه. هو حنان، محتاج حضن، محتاج تطبطب عليه، محتاج تقول له ما تخافش عشان هو خايف كفايه. ما عم ضد نظره المجتمع لمدمن المخدرات على انه هو مجرم في حق المجتمع يا استاذ؟ أنا عندي مشكلة صغيرة جدا في نظرة المجتمع للمدمن المتعافي. ما زال بيتعامل معاه على إنه مجرم. الإدمان مرض وليس جريمة. مرض. منظمة الصحة العالمية صنفته مرض. الجمعية الأمريكية للطب النفسي وعلاج الإدمان صنفته مرض. الدي اس ام 5 اللي هو المعيار التشخيصي الدولي للأمراض النفسية والاضطرابات النفسية الشخصية صنفه مرض. احنا ليه مصرين ان هو مش مرض؟ مرض لا للاسف احنا كمجتمع مصري يعني بنتعامل مع المدمن بطريقه يعني مرض لا يقل يا فندم عن مرض السرطان، عن مرض السكر. مرض. هو انا ينفع النهارده اهاجم مريض السرطان ان انه 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 إن مريض لا سرطان طبعا. اهاجم مريض الاكتئاب انه مريض اكتئاب. انا المفروض ان انا اقدم له دعم، اكيد اساعده، ما افضلش اشاور عليه بوصمه العار. انت مدمن، انت مدمن، انت مدمن. طب حضرتك مستني منه ايه من كتر كلمه انت مدمن، غير ان هو ينحرف سلوكيا اكتر؟ لا، احتويه، عامله كويس، اديله فرصه، اديله فرصه. شركه مايكروسوفت في امريكا فندم عامله جزء في قسم الابتكار تقريبا اللي بيشتغل فيه مدمنين متعافين. انا سمعت فعلا معلومه زي كده ان شركه مايكروسوفت فعلا يعني بتشغل ناس يعني كانت مدمنه متعافي قبل كده وتعافت فعلا. تعافى وشغال برنامج دعم ذاتي اللي هو برنامج ال 12 خطوه. الناس ديت لما اختاروا الشكل ده عشان هم فاهمين كويس جدا ان المدمن المتعافي لما بيشتغل برنامج محترم، برنامج تعافي كويس، هو طاقته الانتاجيه عبقري. وبياخد ثقه برضه في نفس الوقت يا استاذ. ثقه جدا وعبقري بمعنى كلمه عبقري. فاحنا ليه بنتعامل معاهم بمنطقه المجرم؟ فندم وزارة الداخلية لما بيكون عندها متهم في أول جريمة ليه ما بيسجلوهوش. بالظبط. بيديله فرصة يعيش. طب إحنا مش عايزين ندي المدمن فرصة يعيش ليه؟ ليه المجتمع مش حابب؟ ليه مش عايزين نديله فرصة يعيش؟ اديله فرصة، اديله ثقة. حابب توجه رسالة للمجتمع، يعني رسالتك للمجتمع إيه يا أستاذ؟ أستغل قناتك طبعًا وأقول للمجتمع المدمن قبل ما يكون مدمن هو ابنك، هو ابن حضرتك، بنت حضرتك، ابن حضرتك، زوجك، زوجتك، مش حد جاي لنا من حته تانية او من أكيد. كوكب تاني يعيش معانا. احنا ساهمنا في ان ده يبقى مدمن، فساعدوه انه يكون يتعافى. مش عايزين منكم حاجه والله، ادوله فرصه يتعافى، بصوا له، احتووه. احنا دايما بنقول في برامج علاج الادمان الثقه لا تمنح ولكن تكتسب. تكتسب. ادوله فرصه
ادوا له فرصه انه يثبت لكم ان هو كويس، بالظبط، ان هو صح، ادوا له فرصه بس. فتره التعافي يا استاذ احمد بتتم ازاي مع المريض؟ فتره التعافي من البرنامج التعافي حضرتك تقصد ولا التشخيص؟ لا، برنامج التعافي. برنامج التعافي بيكون مبدئيا بيخضع لبرنامج انسحاب. ده اللي حضرتك بتشتغل عليه؟ اه، ده اللي الدنيا كلها بتشتغل عليه. تمام. بيخضع لبرنامج انسحاب الاول، علاج دوائي. تمام. دي بيكون تحت اشراف طبي. دي اللي عمل دي دي الفتره اللي بيتم فيها سحب المخدر من الجسم. تمام. ما بيبقاش مطلوب منه اي حاجه غير ان هو يخضع للعلاج، وبياكل، ينام، يشرب، يتصرف تصرف، يعني يعيش حياه طبيعيه. بس الفتره الاولى لغايه ما نعمل عمليه انسحاب. وفتره الانسحاب بتختلف من ماده لماده، ومن شخص لشخص لشخص. ومن قدره على التعافي اكتر، بتختلف من شخص لشخص يعني. بعد كده بنخضع لبرنامج التاهيل النفسي. غالبا بيكون عندي المدمن عنده مشكله نفسيه مصاحبه لمرض الادمان. تمام. فبنبتدي نشوف ايه المشكله ديت، نحط جدول لعلاجها. يبتدي يتعامل معاه في المرحله دي اخصائيين نفسيين ومدمنين متعافين كمان بيساعدوه في المرحله دي. تمام. بس بيكون بقى متعافي بقى له فتره يا استاذ تعافى وخضع لبرنامج علاجي، وحضر دورات تدريبيه وارشاديه انه ازاي يساعد زميله. اكتر حد ممكن يساعد المدمن في اكيد الدنيا يعني هو مدمن زيه، اكتر حد حاسس بالمدمن. هو مر بنفس التجربه بالظبط، ما هو مر بنفس الايام مر دي. بنفس الاحاسيس والمشاعر، مر بنفس المشاكل، حس هو هي حس بيبقى اكتر حد فبيبقى قريب اكتر حد منه. هو حاسس بيه وبيقدر يساعده، وبيبقى فاهم كويس جدا هو فين دلوقتي، بيفكر في ايه اللي ممكن يحصل، بيبقى فاهم ده كويس جدا. بيساعد الاخصائيين كويس وبيساعد الاطباء كويس. بعد مرحله التاهيل النفسي دي بتدوم فتره طويله شويه، بس عشان ما ناخدش وقت كبير، بيتخش بعد كده مرحله التاهيل المجتمعي، ان احنا نخليه يندمج جوه المجتمع مره تاني بالشخصيه الجديده، بشخصيه المتعافي. وفي الاخر بيخضع لبرنامج المتابعه، ان يبقى في الشارع وفي شغله وفي بيته، وفي نفس الوقت بيخضع لجلساته النفسيه تاني. تمام. صح. من وجهه نظر حضرتك شايف ايه اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي الى انتكاسه بعد فتره التعافي؟ بالنسبه للمدمن نفسه انه يرجع يتعامل مع نفس اصدقاء السوء تاني، هم تاني. يعني اول نصيحه بتنصحها مثلا لمدمن المخدرات عشان ابعد عن اصدقاء السوء، ابعد عن كل شخص بيتعامل مع اي ماده مخدره في الدنيا. تمام. في الدنيا اللي يخليه ينتكس تاني برضو بتكون بقى بيرجع للاسلوب القديم لحياته، عادات نوم غير منتظمه، عادات غذائيه غير منتظمه. يبتدي يحكم على برنامج التعافي بتاعه، يبتدي يخش في مرحله اللي هو انا ولا قادر امشي مع ناس كويسه ولا قادر امشي مع ناس محترمه. هنيجي بقى لمنطقه مش قادر امشي مع ناس كويسه دي، المجتمع هنا بقى رافضه، مش قابله، مش هيعيش لوحده، فيبتدي يمشي وخلاص، فيخش في حاله من حالات الفراغ، ويبتدي يعيش لوحده تاني، ويقفل على نفسه اوضته تاني. فاحنا دايما كنا بنقول لهم خلي بالك ان مدمن في عزله هو مدمن في خطر شديد. الاسره ممكن تلعب دور يا استاذ احمد ان هي ممكن تسبب انتكاسه لمدمن المخدرات بعد فتره التعافي؟ الضغوط، الطلبات المبالغ فيها، الكنترول الزياده. هم بيبقوا خايفين، احنا بنعذرهم جدا في المرحله دي، هم بيبقوا خايفين على ابنهم او بنتهم، فبيبتدوا يعملوا كنترول زياده، يبتدوا يطلبوا طلبات اكتر من طاقته. اللي هو انت هتشتغل امتى؟ انت هتتجوز امتى؟ انت عمرك ضاع. فده بيبقى ضغط عليه. طب احنا لو حبينا يا استاذ احمد نوعي اي اسره يعني عندها مدمن مخدرات متعافي، تحب تنصحهم بايه بسبب عشان ما يحصلوش انتكاس الشخص اللي عنده؟ يتواصلوا اتصال شديد بالمعالج المختص بحاله ابنهم، يخلوه على اتصال دايما بيهم، ما يعرضوش ابنهم لضغوط، يخلوا بالهم جدا من طريقه نوم ابنهم، ما يقلبش يومه مثلا، يعني الطبيعي ان احنا نعيش بالنهار، المدمن بيعيش بالليل. يخلوا بالهم من المناطق ديت، يخلي بالهم السلوك الانفعال، الضغوط العصبيه، التسرع في الردود، المصاريف الزياده، يخلي بالهم الكلام ده كويس، ويتكلموا معاه. بلاش فكره ان احنا دايما بنتخانق معاه او دايما بنزعق معاه، لا، نتكلم معاه ونفهم منه ونحتويه، نقربه مننا. بس نقربه عشان هو من فتره انعزل عننا، ما بقاش عايش معانا، بقى جوه البيت لكن مش عايش معانا. نقربه مننا ونتكلم، نرجع تاني ندخله جوه نسيج الاسره، ما نخليهوش شخص مهمش او شخص ملوش راي جوه البيت. طبعا دي كانت رساله استاذ احمد لاي اسره مصريه طبعا عندها شخص مدمن المخدرات. طب استاذ احمد شايف ايه اكتر الحالات اللي بتتردد عليك لعلاجها بتكون مدمنه لاي مخدر؟
انا عندي نسبه المخدرات او تعاطي المخدرات في مصر، دي احصائيه معموله قريب جدا، هي 65.5% مخدر الترامادول، 59.5% ده مخدر الحشيش، 23.5% ده مخدر الهيروين، 9.6% ده مخدر الاستروكس، ده داخل معانا بقوه غريبه شويه. الكحوليات 5.19%، لو جينا نبص على النسبه دي هنلاقي ان الارقام اللي انا قلتها دلوقتي حالا لو جمعناها هتعدي 100%. بالظبط، هي هتعدي 100%، بس عشان في من الناس دي هو بيكون متعاطي المادتين او ثلاثه في وقت واحد، في وقت واحد للاسف. لكن معظم الحالات اللي بتجيلنا مخدر هيروين، مدمنين هيروين، مدمنين ترامادول، مدمنين استروكس، ده اكتر يعني دي ثلاث اكتر حالات مخدرات بتستردها بتصادفنا حضرتك. في مراكز علاج الادمان. طب عايزين، بما ان حضرتك فتحت موضوع الاستروكس، عايزين نعرف خطوره مخدر الاستروكس على الانسان. الاستروكس ده احنا بنقول عليه، او انا شخصيا بقول عليه هديه الحيوان للانسان. دي ده مخدر الحيوانات اديته لنا هديه يعني. احنا كشعب مصري ما فيش حاجه اسمها عندنا حاجه ما نعمل ما نضربهاش بمعنى اصح، للاسف او يعني بنحب ان احنا عندنا يعني فضول نجرب كل حاجه نعمل، لا احنا ننتج كمان نصنع، مش ده احنا بنصنع ما شاء الله. مخدر الاستروكس انا مش هقول تركيبته عشان احنا هوا، فما ينفعش اقول تركيبه مخدر، لكن هقول لحضرتك انه بيعمل هلاوس سمعيه وبصريه، بيعمل بيجيب ضلالات، يبتدي يحصل على المستوى الجسدي بقى جفاف في الحلق وزغلله شديده جدا في العين، ويغيب عن الوعي لفتره من الزمن، ويطلع لي من ده كله اضطرابات نفسيه بعد كده. اخش بقى في حاله بيأثر اكتئاب جدا على الجهاز العصبي يا استاذ احمد جدا، عشان الماده المخدره الاساسيه فيه بتبقى ماده زي الكيتامين كده، بتأثر جدا على الجهاز العصبي المركزي للبني ادم. هو اكتر مخدر النهارده عامل مشاكل في بالنسبة مصر، للمخدرات، حتى والله يا فندم حتى في التعافي، حتى في فترة حتى التعافي في بتاعته فترة بتبقى التعافي صعبة، بتبقى صعبة جدا، أصعب من الهيروين ذات نفسه؟ فعلا. ومعظم الحالات اللي اتعاملنا معاها الفترة اللي فاتت جايين إدمان ستروكس، هم سنهم كمان صغير جدا، بقى في مشاكل نفسية كبيرة، بقى في عدم اتزان كبير. معظم الحالات الاطباء بيحاولوا يثبتوها على الحاله دي، ما بيقدروش يطوروا اكتر من كده في علاجها. فيعني بجد هو مخدر شيطاني، مخدر سيء، بالظبط، وانتشر بطريقه غريبه. فظيعة في الفترة الأخيرة. كان من 4 سنين مثلا كنا بنقابل سن الادمان 25 سنه 24 سنه 20 سنه، ده كنا بنتخض لما نشوفه. النهارده الاستروكس خلاني شفت 12 سنه و13 سنه مدمنين. يا نهار ابيض، فربنا فين التوعيه يا عم؟ طفل عنده 12 سنه يكون بيشرب ماده مخدره شديده الخطوره زي هو، انا ده. مش هقول فين التوعيه، انا هقول فين الاسره، فين الاسره؟ فين الاسره؟ للاسف. استاذ احمد، هل ادمان المخدرات بيكون درجات؟ يعني بيفرق من مدمن عنيد، بيفرق في مدمن عنيد عن مدمن تاني؟ هنا بيبقى في حاجه اسمها مقياس شده الحاله. انا عندي مفروض ان هم كانوا 4 بس دلوقتي بقوا 3 بس، الدي اس ام 5 خلاهم 3 بس. تمام. كان الاول مستخدم للمخدر بس، ده بنعمل له برنامج وقايه، وقايه مش اكتر من كده، ده مستخدم عادي فبنعمل له وقايه، وبنعرفه اضرار المخدرات، وبنعرفه اضرار الماده اللي هو بيشربها واضرارها عليه ايه. بعد كده عندي اضطراب ضعيف، اضطراب ادماني ضعيف، ده بيكون علاجه متابعة يومية أو متابعة أسبوعية في مراكز أو في عيادات علاج الإدمان. عندي بعد كده اضطراب متوسط، ده احتجازه بيكون احتجازه في المراكز العلاجية، ده لازم يكون موجود جوه المركز، بيكون احتجازه من 3 شهور ل6 شهور تقريبا. وعندي الحالة الشديدة الإدمانية، دي بيتم 6 شهور كذلك، لكن بيتم متابعتها لمدة سنة. يعني بيقيم 6 شهور، 6 شهور في ومتابعة المكان أو كاملة 6 تانيين، 6 شهور تاني غير اللي قضاهم في المكان. لان هو البرنامج ما بيكونش تبطيل مخدرات او تعافي من المخدرات بس، هو برنامج تعافي من المخدرات وتاهيل نفسي عشان نقدر نعيد دمجه جوه المجتمع مره تانية، لان يا فندم بتكون مشاكل حصلت على مدار سنين فما بتتعالجش في ايام. طب هو مدمن مخدرات ممكن يرجع طبيعي بعد ما يتعافى 100% لطبيعته زي الاول؟ لا، 150%. 150% بيرجع متعافي؟ مفيش 150%.
تمام يا استاذ احمد، بما ان حضرتك حد شاطر في مجالك جدا، حابين نعرف منك عالجت كام حاله لحد دلوقتي، وعايزين نعرف منك مثال لحاله عالجتها يعني اصبحت ناجحه جدا في مجالها وفي حياتها. هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. نسبه نجاح البرنامج بتتراوح من 64% ل 75% تقريبا يعني. لكن عالجنا كام حاله؟ هو احنا عالجنا حالات كتير جدا، ودي محتاج ان انا اعمل احصائيه. للاسف انا ما عملتش احصائيه للكلام ده. لا لا، حضرتك لازم تعمل احصائية. حاضر. انا ما عملتش احصائيه للكلام ده، بس هو في تعافى ناس كتير جدا، وناس مبطله النهارده سنه واثنين وثلاثه وخمس سنين وعشر سنين الحمد لله. لكن شخصيات قدرت تنجح، هو في شخصيات كتير نجحت. لكن مثال مش بص، هو في خلينا يعني مش حد معروف. عشان احنا عندنا حاجه اسمها العلاج، العلاج بيكون في سريه تامه، فغير مسموح لينا ان احنا نقول اسامي اي اشخاص في الدنيا. لكن احنا نقدر نقول لك ان في فنانين تعافت، في مهندسين وضباط ودكاتره تعافوا، في ناس حققت نجاحات كبيره جدا في مجال التجاره والصناعه. احنا النهارده بنشوف الناس ديت على شاشات التلفزيون، بنبقى سعداء جدا من جوانا عشان احنا بنبقى عارفين ان هم بالظبط. تعافوا على ايدينا. طب في نهاية حلقتنا يا أستاذ أحمد، كيف تستخدم الوسائل البسيطة في المدارس لحماية النشء من مخاطر الإدمان؟ زمان كان واحنا طلبة، احنا طلبة قدام شوية، كان بيبقى فيه وسائل إيضاح بتتعلق جوه الفصول لزينة الفصول. لفيتها كده على الأقل. كان اسمها زمان وسائل إيضاح، معرفش اسمها ايه دلوقتي. احنا ممكن نعمل توعية، ممكن نخش المدارس، واخصائيين نفسيين عندهم استعداد تام يعملوا الكلام ده فعلا، يخشوا المدارس ويوعوا الشباب ويوعوا النشء، لان انا لازم اوعي النشء من تحت واعالج المدمن من فوق، فاقدر احكم العمليه شويه. شكرا جدا استاذ احمد، بجد عفو، شرفتيني النهارده شرف ليا، بان الكلام في ملعبنا. شرف وبكده ليا. تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا الاربعاء الجاي ان شاء الله في تمام الرابعه مساء. الى اللقاء.